محظوظون هذا المساء أن يكون معنا حفيد المناضل والقائد والرئيس نيلسون مانديلا، النائب ماندلا مانديلا ذا تشيف، وهو يسير على ذات الدرب، فقد طالب حديثا بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير من بلاده. ووجوده اليوم بيننا تأكيد أن الحرية والعدالة ومقاومة المحتل واحدة لا تتجزأ في كل المعمورة. ومعنا أيضا السيد المهندس عمر البرغوثي من رام الله، عضو مؤسس في حركة مقاطعة إسرائيل، حيث نجحت في عزل دولة الاحتلال أكاديميا وثقافيا وسياسيا وإلى درجة ما اقتصاديا. حتى باتت دولة الاحتلال تعتبرها من أكبر الأخطار الاستراتيجية المحيطة بها. ومعنا أيضا السيدة رزان زيتر، عضو مؤسس للعربية لحماية الطبيعة ورئيس الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، وقد استطاعت بإيمانها وانتمائها وإرادتها وتحملها أن تجعل من عملها رافدا حقيقيا لنهر المقاومة، وشجر الزيتون يشهد. وهكذا إخوتي وأخواتي يتلاقى الفكر التحرري النير، يشتركون ثلاثتهم في جدارية مقاومة من تداخل لوحات ثلاث: النضال في جنوب إفريقيا، مقاومة بكل معانيها وأشكالها، وحركة المقاطعة الفلسطينية المقاومة للعنصرية بكل ألوانها، وثالثها المقاومة من خلال التشبث بالأرض ومقاومة المحتل والسيادة على الغذاء. تجمعهم الندوة هذا المساء المزين بها بهاء بحضوركم، كل منهم يمد يدا لتثبيت البوصلة، وهي مهمة كثير، في اتجاه واحد لا تحيد عنه. فتحية من القلب لكل منهم ولكل من يعمل بأمانة وصدق لتبقى هذه الشعلة متقدة لإنارة درب التحرر والبناء. اسمحوا لي بداية أن أبدأ بأسئلة ثلاث، سيجيب كل منهم على السؤال، يأخذ وقت، وبعد ذلك نفتح المجال. أبدأ بالسيدة رزان، سؤال للأخت رزان: كيف ساهمت العربية لحماية الطبيعة من خلال زرع 2,200,000 شجرة في الأرض الفلسطينية في مقاومة الاحتلال وغرس الأمل في النفوس؟ وما هو الشعور وهي ترى الرداء الأخضر يزداد مساحة في أردننا الحبيب؟ شكراً أستاذ عزمي، وأود أن أنوه أن الأستاذ عزمي كان أيضاً عريف حفلتنا منذ 13 عاماً، عندما استضفنا أيضاً حفيد الرمز المهاتما غاندي، والآن يعيد التاريخ نفسه مع المناضل الرمز نيلسون مانديلا. على كل، نعم أستاذ عزمي، نحن باختصار أسسنا مشروع مقاومة حقيقية، مشروع مقاومة لتحرير الأرض واستعادتها، ونجحنا في ذلك. وفي هذه الثلاث دقائق سأعطي ثلاث شواهد على ذلك، وأعطي ثلاثة اقتراحات لهيئتنا العامة. الشاهد الأول أننا لم نهزم بعد 17 عاماً من العمل معكم، لم نهزم وداخلنا حي، ولا تزال بوصلتنا تحرير الأرض، كل الأرض، والعودة إلى فلسطين. والشاهد الثاني أننا ما أسسنا علاقة حميمة مع المزارعين في فلسطين والأردن. ويحضرني هنا أن أرحب بممثلي المنظمات الفلسطينية، اتحاد المزارعين والإغاثة والنهضة، وممثلين المزارعين في الأردن الأستاذ سميح والأستاذ مثقال، فلنرحب بهم. إذن نحن
ما أسسنا هذه العلاقة، ويحضرني فقط مشروعين جميلين أحب أن أشارككما بهما. المشروع الأول أننا استطعنا أن نساعد أسيراً قضى 27 عاماً بالسجن وخرج محرراً وقرر أن يزرع أرضه ولم يمتلك ما يمكنه من زرعها، فقامت العربية بتوفير كافة الأشتال ومتطلبات الزراعة وبدأ بزراعة في أرضه. والمشروع الثاني في الأردن لمجموعة من المزارعات العاملات الزراعيات واللواتي يعانين الأمرين، فهما لا يقبضان أكثر من دينارين في اليوم، وقامت العربية بالتشارك مع المزارعين الأردنيين والخبراء هنا، وقامت بتمكينهم من استئجار أرض وزراعتها ليصبحوا أسياد على أرزاقهم، وإن شاء الله ينجحوا. أما الشاهد الثالث فهو تأثيرنا في المنابر الدولية والإقليمية، وقد تحدث الفيلم عن ذلك، وسأذكر فقط نجاحنا بالتعاون مع أطراف كثيرة منها شيف مانديلا التي هي إيقاف مؤتمر خبيث كان يزمع عقده في توغو، المؤتمر الإسرائيلي الأفريقي لاختراق قارة أفريقيا، فقامت العربية بجهد مميز وتضافرت الجهود وسقط هذا المؤتمر والحمد لله. أما الاقتراحات أو التطلعات أو الأمال فأطرحها عليكم وأنتم هيئتنا العامة، وأقول أنكم هيئتنا العامة لأننا منبر مفتوح وحركة مفتوحة، وكل منكم ومن جاء وتحمل الجهد لحضور هذا الحفل هو عضو في هذه الهيئة، ونتمنى عليكم ثلاثة أمور. أولاً أن يكون التطوع من زبدة وقتكم لا فائض وقتكم، نريد أن نكون أكثر، فنحن إذا كنا 50 خبيراً و1000 متطوع وحققنا ما حققناه، فكيف لو كنا 1000 خبير و50 ألف متطوع؟ ماذا يمكن أن يحصل في عالمنا العربي؟ الموضوع الثاني، نتمنى أن نحلم بأن نزرع كل شبر صالح للزراعة في فلسطين والأردن والعالم العربي لتحقق شعوبنا السيادة على غذائها، وكما قلنا لتحقق السيادة على قرارها السياسي وتحصل حريتها. وثالثهم وآخرهم، أتمنى علينا أن نعاود زرع الثقة بأنفسنا أننا قادرون على الانتصار، ولا أقول الصمود فقط، فعندما نتحدث عن الصمود فقط نتحدث عن مؤامرة، نحن لا نريد أن نصمد فقط، نحن نريد أن نضع استراتيجيات للصمود والانتصار معكم إن شاء الله. شكراً. شكراً فرزان. السؤال الثاني للسيد مهندس عمر البرغوثي. أصبحت التحديات والعقبات للحمل أكبر عالمياً، فما هو المطلوب برأيكم منا جميعاً في ظل هذا التحدي، وحتى تستمر هذه الحركة جذوةً على طريق النضال، منوهاً للجميع هنا بأن لهذه الحركة ركائز ثلاث: إنهاء الاحتلال، تحقيق العدالة والمساواة في فلسطين 48، وحق العودة للاجئين، وهذه كلها تسير والقانون الدولي في نفس الركاب والخط. فتفضل الأخ عمر. شكراً على السؤال. شكراً. مسموع؟ في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS، نرفع شعار الأمل والعمل. الأمل في الانتصار كما تحدثت الأخت رزان بالتأكيد، لأن محاولة الاحتلال ليس فقط في استعمار أراضينا بل في استعمار عقولنا وإقناعنا باستحالة الانتصار وبضرورة الرضوخ لمشيئتهم وكأنها قدر محتوم. لذلك مقاومة هذا الاستعمار العقول لابد أن يأتي بالأمل والعمل. الأمل في الانتصار في تحقيق حقوق شعبنا بموجب القانون الدولي، كل شعبنا في الوطن والشتات، والعمل من أجل هذا التحقيق. لذلك في حركة المقاطعة ندعو لعزل
نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال والأبارتايد الإسرائيلي في شتى النواحي أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً، ونحقق الكثير في هذا المجال من ناحية النقابات المهنية الأكبر في العالم والنقابات العمالية وبعض الكنائس الكبرى في الولايات المتحدة وأكبر اتحاد للمزارعين في الهند ويضم 16 مليون عضو، وفي أمريكا اللاتينية جنوب أفريقيا وفي الأردن ولبنان ومصر وفي كل الوطن العربي نرى حركة المقاطعة تصعد رغم الحرب المفتوحة من قبل دولة الاحتلال ضد حركة المقاطعة. فاليوم إسرائيل تخصص وزارة كاملة، وزارة الشؤون الاستراتيجية، لمحاربة حركة المقاطعة كخطر استراتيجي من الطراز الأول. تحاربنا في كل العالم من ناحية استخباراتية، من ناحية إعلامية، وأيضا من ناحية قانونية، محاولة سن قوانين تمنع تأييد المقاطعة. رغم ذلك حققنا الكثير من الإنجازات في الآونة الأخيرة، ونرى أن حركة المقاطعة بالفعل باتت تصل إلى ملايين العقول والقلوب رغم القمع من أعلى من قبل سلطات الاحتلال. لذلك الأمل والعمل يعني مقاومة من شكل آخر، كل أشكال المقاومة تغذي بعضها البعض. بشكل سريع في النهاية، ننظر للمقاطعة وكأنها واحة في صحراء. هي ليست الواحة الوحيدة ولكنها واحة مهمة جدا، واحة في صحراء لابد أن تواجه رياح الصحراء العاتية، وفي نفس الوقت أن نشجر ونستصلح الأراضي ونوسع هذه الواحة حتى تشتبك مع واحات أخرى لتشكل حالة خضراء ملهمة تبتلع الصحراء قليلاً قليلاً. فحركة المقاطعة بالفعل تبني هذا الأمل، وتشكل اليوم أحد أهم أشكال مقاومتنا الشعبية وأهم شكل للتضامن العالمي مع نضال شعبنا من أجل حقوقه في العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني. شكراً. ما أجمل هذا التعبير، تحرير العقول من الاستعمار وتحرير الأرض من الاستعمار. شكراً أخ عمر. والآن السؤال لضيفنا المميز ذا تشيف ماندلا مانديلا، ماذا يقول لنا وللأهل في فلسطين انطلاقاً من تجربتهم في جنوب إفريقيا وأهمية امتداد الفكر التحرري من الجد إلى الحفيد؟ I think for us, primarily, our struggle for liberation has been at the immense support of the international solidarity movement. As South Africans, we could have never realized our freedom without your support. We truly believed in unity, in speaking as one voice, and ensuring that we mobilized South Africans through all sectors, including religious leaders, civil society, and speaking together as one voice across the landscape of South Africa, cutting across all races, colored people, Indian people, white people, as well as Africans. Those that united against oppression. Apartheid was classified a crime by the United Nations. And therefore, we were able, through our leaders in exile, to mobilize support internationally to ensure that we are able to defeat this apartheid regime in South Africa. But I think my grandfather has always had the attitude that we have been able as South Africans to regard every country in the same vein as to how they treated our own struggle for liberation. And therefore, he was able to enjoy a lot of support from the people like Fidel Castro in Cuba, Muammar Gaddafi in Libya, Yasser Arafat in Palestine. And he has always been very passionate about the Palestinians'
people's struggle for liberation, you would know very well that he has said that we know very well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinian people. And by so doing, he's inspired all of us as South Africans to fully commit ourselves unwaveringly to the Palestinian struggle and ensure that we are able to realize freedom for the Palestinian in our lifetime. It is therefore an inspiration to us as South Africans to work jointly with APN in planting trees, defending the sovereignty of Palestinian land. We are able to ensure that we breathe life with these trees and instill hope for future generations. But BDS Palestine and BDS throughout the world has been an immense inspiration to us all as South Africans, because we continuously say, as the international community, we have no voice without the Palestinians. For us to be able to for us to have been able to be heard by the global community, we had during the apartheid era to ensure that our voice was heard beyond our borders. And therefore, we call on all Palestinians internally within Palestine and externally living in exile to speak with one voice, united, and ensure that that voice is heard around the world, so all of us can be able to join hands and lend support to your cause. Thank you. Thank you so much. يا ريت ما أجملها أن نتحدث لغة واحدة في كل بقاع العالم العربي قاطبة وكل، وكم نحن بحاجة لمثل هؤلاء الأحرار أن يكونوا دائما معنا ويكونوا دائما داعمين، لأننا بدونهم نقطع الطريق على كل ما نقوم به. فنرجو أن يكون أمثال هؤلاء الناس. وذا تشيف، شكرا كثير كثير لكلمتك، وشكرا للأخ عمر والأخت رزان. والآن